تحسن الدقة أولا وهو الأهم وهو الأساس، دائما تذكر أنك أقرب للسرعة من البطء في التعلم. يعني لو تلاحظ أنك قاعد فرضا تصل لمراحل اللي علمك إياها، مثلا فرضا الأشياء اللي وصلتها بخمس سنوات أنت تعلمها بسنة، الأشياء اللي وصلتها أنا بعشر سنوات أنت تعلمها بسنتين ثلاثة، الأشياء اللي وصلتها بعشرين ثلاثة 25 سنة 30 سنة إلى آخره أنت تعلمها بعشر 15 سنة. فبالنهاية أغلب المتعلمين أقرب للسرعة في التطور من البطء في التطور. قاعد يعلمك احد، يعني انت قاعد تسوي اللي هو سواه من ناحيه الصعوبه الى حد ما، ركوب خيل بدون سلج، ركوب خيل عربيه الى اخره، بنفس الوقت قاعد يشرح لك. بينما هو في وضعه نعم اوضاع صعبه بس ما في شرح، فكان تطوره بطيء. فعاده تكون اصلا انت اقرب للسرعه من البطء في التعلم، وهذا الاهم. يعني انك انت مضطر ان تتعلم بسرعه. ثانيا ان كان ولا بد من محاوله زياده السرعه للتعلم في ضريبه. لما اجي احط نفسي في وضع صعب طبيعي بتطور بسرعه. ولكن تطوري بسرعة في وضع صعب يعني الخطورة أكثر، والعكس صحيح. تبي وضع آمن بس تطوركم بطيء، وضع أقل أمان وأكثر خطورة لكن تطورك يكون سريع. فتنويع الخيل، ركوب الخيل في وضع صعب، ركوب حصانك الخاص أو فرسك الخاص خاصة في وضع إلى حد ما صعب، يضطرك تركب صح، إنك تحط نفسك في وضع يجبرك على التعلم من أخطائك. أنا لما أكون في أوضاع زي ركوب الأدوات وركوب خيل دم بارد وفي أماكن مغلقة وكذا، ما انت مضطر تعلم. يعني انت علمت زي ما تعلمت برضه عادي، بالنهايه حصان دم بارد بورتها وهدوءها تقول بقره جميله في مكان مغلق. انت مضطر تتعلم الركوب الصحيح. هذا ما ينطبق على الركوب في اماكن مفتوحه، بدات خيل عربيه وبدات بدون سنج. فانت كل ما حسيت انك زدت تطلب زياده، كل ما زدت علما زادني علما بجهلي. طبعا الامام الشافعي لما قال الكلام هذا قاله في الدين، وهو امام يعني المذهب خاص فيه، اتوقع البيت ما منسوب للامام الشافعي حسب ما اعرف او اتذكر. ففي الخيل انطبق نفس الموضوع، يعني بالنهايه العلم في الدين كان في اشياء غيبيه ومفترض يكون لها حد. لما نتكلم في الخيل عباره عن شيء واقعي مرئي امامك قاعد تطبقه، فالموهبه تستمر في الطلوع. وحتى لو اتقنت الاتقان الادنى اللي انا ارى له وجود، الاتقان الاعلى حد اعلى او اقصى في الركوب له وجود. فأستمر أتطور أو أستمر أتعلم. الفرق أن الشخص إذا أتقن إتقان أدنى تحس أن استمراريته في التطور بطيئة، أنه يطلب أشياء صعبة أصلا، التطور يكون بطيء. اللي ما بعد أتقن التطور يكون أسرع على أمتع من النواحي، بس قد يغير نتائج، بمعنى أن أصلا نتائجه سيئة فالتطور يكون سريع لأنه أصلا يطلب أشياء سهلة زي الابتدائي أو الروضة أو الثانوي. تطورك سريع، كل ما رحت مرحلة متقدمة كل ما صار الموضوع أصعب صار تطورك أصعب من واحد. فطبيعي تستمر في التطور، فلن يتوقف لما تتقن إتقان أدنى، لكن يصير صعب إنك تطلب شيء تحس إنك منت بقده، صعب عليك، أنت بطلب درجة مو نتيجة. فلسان حال الحصان يقول لك تبغى 99 أعطيني دقة 99، تبغى 98 أعطيني دقة 98. وقت هذا لكن شخص ما بعد جاب ممتاز أصلا، يعني نسبته في السبعينات الستينات، تقدر تطوره سريع لأن الشيء اللي يطلب أصلا سهل. ف كيف أطور دقتي أو أشوف أفضل طريقة لتطوير الدقة؟ باختصار تصعيب الوضع اللي فيه تدريجيا. المبالغة في التصعيب فيها مخاطرة حتى لو طورتك، والمبالغة في عدم وضع نفسك في وضع صعب حتى لو كانت آمنة ما راح تطورك. الوسط بينها هو المطلوب. بالنسبة للموضوع أن الحصان يعطيك النتيجة بس تحس أنها صدفة أو تحس أنها ما قالوا مسلك لك، ببساطة إذا كانت النتيجة مع حصان في وضع معين، الحصان في وضع معين معي مضبوط، ثم نفس الحصان ده في وضع أخر حاسني، او بعض الخيل تمشي معي مضبوط او بعض السويلات تمشي معي مضبوط، المركب خيل اخرى في وضع اخرى تحوسني تماما، اعرف انك ماشي خطا في الطريقه، ان الطريقه هذه مبنيه على التحكم وقت الاختلاف. هذا اللي يميزها عن طرق الركوب الصحيحه الاخرى حتى الاوروبيه، يعني او بالاخص الاوروبيه، ما في طرق ركوب صحيحه اخرى غير الاوروبيه اساسا، باقي ربعنا ركوب عشوائي يعني. فلما تتحكم بالحصان تحكم تام وقت الاختلاف، المفروض ان النتيجه هذه تكون مع الحصان في جميع الحالات، خاصه وقت الاختلاف، الحصان الخاص اللي دربته يعني، والخيل الاخرى. فعندما تكون نتيجتي مو درجتي بتستمر تحسن، بس نتيجتي اجيبها مع الحصان في جميع الحالات، تقل الدرجه تزيد لكن نتيجه واحده، ونفس النتيجه هذه اجيبها مع الخيل الاخرى اللي ادربها انا بصفن عن الدرجه، ممكن تكون درجه الخيل الاخرى احسن او اقل لكن نتيجه واحده، انت ما هي زين في الطريقه. لما تحس النتيجه بكبرى تغير مع نفس الحصان ومع الخيل الاخرى، يعني نفس حصانك فوضاع يعطيك بالتسعينات فوضاعك بالستينات، او حصانك يعطيك بالتسعينات في كل الحالات ثم تركب خيل اخرى أعطيك بالستينات والسبعينات، اعرف أنك منت ماشي في الطريقة هذه صح. في طرق ركوب أخرى عادي، من أصلا راعي الطريقة نفسها بكبرة مع حصانها الخاص، وقت الاختلاف النتيجة كلها تغير، وبالدرجة النتيجة كلها تغير معه.
فما بالك بالشخص المتعلم للطريقة ما اتقنها. لكن في التزليق او الطريقة هذه ركوب العربية وركوب العرب سما ماشيت مواكبة مواكبة الثلاث، فالتزليق ببساطة ما تستطيع تحصل على نتائج مختلفة ثم تقول لك بالطريقة ودقت مضبوطة. إذا كانت النتيجة مستمرة في كل الحالات بس أنت تحس أنه يسلك لك، ما تعطي إحساس فقط سبب أن الدقة أقل، وأنت تبغى نتيجة أحسن أصلا، تبغى تطور نتيجتك مع كل الخيل. لكن من النهاية كل الخيل اللي تركبها حاليا نتائجها متقاربة، الدرجة مختلفة فقط. أما لما تحس النتيجة بنفسها مختلفة مع نفس الحصان في حسب الأوضاع أو مختلفة حسب الخيل اللي تركبها، في الحالة دي أنت عندك عدم، مو بعدم إتقان وعدم دقة، هذه منتهي من عدم إتقان وعدم دقة، لا، عندك عدم ماشي صحيح في الطريقة أصلا، منت ماشي زين أو بشكل صحيح في الطريقة أو الأسلوب أو المدرسة.